بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من تغطية خاصة فيما يتعلق بالشأن المصري، وخصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الذي عقدته رابطة علماء أهل السنة لتعالج عددا من القضايا التي تمس العالم العربي والعالم الإسلامي الذي تموج به الفتن وتموج به المخاطر من كل جوانبه. وأسأل الله سبحانه وتعالى في البداية أن يخفف عن أمتنا وأن يبدل حالها من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، إنه على ما يشاء قدير. ويسعدني في بداية هذا اللقاء أن يكون معي عالمين من الدعاة من العلماء البارزين المبرزين، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم خالصة لوجهه الكريم وأن تكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة. وأبدأ بالترحيب بفضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الدد. مرحبا فضيلة الشيخ. مرحبا بك، حياكم الله. سلمك الله. فضيلة الشيخ محمد داعية الإسلامي المعروف، وهو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، وله صولات وجولات في قضايا فكرية وفقهية، ويعني له قبول عند الكثير من الناس على مختلف طياراتهم وتوجهاتهم. كما أرحب كذلك بفضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الستار. مرحبا دكتور جمال. مرحبا بك أخي حبيب، شرفتنا ونورتنا. نتقبل منا منكم. دكتور جمال عبد الستار هو الأمين العام لرابطة علماء المسلمين، وهو الأستاذ بجامعة الأزهر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى بلده مصر سالما غانما في القريب العاجل إن شاء الله عز وجل. وأبدأ مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد. فضيلة الشيخ، يعني احنا عندنا في مصر، طبعا انت لست غريب عن مصر، واهل مصر يقدرونكم ويجعل لك عندهم حظوة ومكانة. وسأبدأ بحدث مؤلم دار في وقع في فجر يوم امس، وهو وفاة الشيخ عصام دربالة. وانا اتحدث الان عن عصام دربالة ليس على اعتباره ابن من ابناء الحركة الاسلامية ولا الجماعة الاسلامية، ولا باعتباره ايضا من ثائر وفقط، ولكن باعتباره رمز من الرموز التي ضحت وبذلت ويعني وقفت وقفة رجولة حتى فعل به الانقلاب ما فعل، وذهب الرجل إلى ربه سبحانه وتعالى. عندما نتحدث عن رجل كعصام دربالة وما فعل الانقلاب، كيف ترى هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس ما فعله النظام الجائر والانقلابيون المعتدون بالدكتور الشهيد إن شاء الله تعالى عصام دربالة بغريب، ليس غريبا على ورثة الأنبياء، فإن أنبياء الله منهم من قتل وقد كذبوا وأوذوا، وقد قال الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، فقال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، في خطابه لبني إسرائيل في تعاملهم مع رسول الله. وليس غريبا كذلك على الثائرين المضحين، فقديما قال العنترة ليس الكريم على القناة بمحرم، وهكذا شأن الأحرار فهم يضحون بدمائهم من أجل أمتهم. وليس غريبا على النظام الانقلابي المفسد الفاسد، فهو منذ اليوم الأول والغ في الدماء وقتل الأبرياء والاعتداء على رموز مصر وسادتها وقادتها ورموز الفكر والعلم والدكاترة والمهندسين والأطباء والعلماء والمؤثرين في هذا الشعب عموما، فهذا دأبه معهم ولا يستنكر منه هذا بعدما فعل من الأفاعيل. نعم فضيلة الشيخ، في هذا الإطار أيضا، يعني ما تم مع الدكتور عصام دربالة لم تكن الحالة الأولى، لكن هي يمكن في هذا السجن وحده الحالة الخامسة، لكن أنا أتحدث الآن عن الناحية الشرعية والرؤية الفقهية. عندما يموت أحد المعتقلين، حتى لو افترضنا ليس معتقلا سياسيا، لو افترضنا أنه يعني معتقل جنائي وأتى بعقوبات ويعاقب بهذه العقوبة، ماذا لو مات بنوع من أنواع الإهمال أو التعمد؟ والذي حدث مع الدكتور عصام دربالة هو نوع من أنواع التعمد. نعم، بالنسبة لقتله كان عمدا، واشترك فيه عدد من الجهات على رأسها قائد الانقلاب، فهو المسؤول الأول عن كل هذه الأحداث التي تقع، وكل هذه الدماء في رقبته،
وبعده الحكومة والجهات الأمنية المباشرة ثم القضاء وبالأخص النيابة التي مددت سجنه قبل يومين من وفاته، وهم يعلمون أنه ممنوع من الأدوية وأنه مريض بالسكري والضغط وغير ذلك من الأمراض. فلذلك هي عملية جنائية مقصودة اشترك فيها عدد من الناس، وكل هؤلاء رقبة الشهيد في دم الشهيد في رقابهم، وقتله من مسؤولياتهم أجمعين، وسيحاسبون عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. والمؤسف أن هذا النوع من القتل أيضا يدخل في جريمة أخرى، وهي جريمة التعذيب، فهو تعذيب. نعم. وقد أخرج مسلم في الصحيح عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه كان في فلسطين فرأى رجالا، وفي رواية رجلا، موقوفا في الشمس قد صب الزيت على رأسه، فقال ما باله؟ قيل إنه يعذب في الخراج، أنه لم يؤدي ما عليه من الخراج، هذه جريمة. نعم. فيعذب فيها. فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. نعم. فالذين يعذبون الناس في الدنيا توعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذاب الله يوم القيامة، وتعذيبهم للناس لن يأخذ وقتا طويلا، مهما كان هذا العذاب منتهي ومنقضي، من مات انقطع عذابه الدنيوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة عند موته، عندما قالت وأبتاه، قال ما على، قالت واكرب يا أبتاه، قال ما على أبيك بعد اليوم من كرب. سهل الموضوع خلاص. نعم. وإما أن يخرجوا منصورين موهورين فينتهي هذا، ويكون كأنه حدث عابر يحدث به الناس فقط من القصص. وقد قال أحد العلماء في مثل هذا النوع: فالرب يخمل عبده لطفا به، ويكون ذا جبر له بالكسرة، ويسوق أحداثا إليه تعوقه عن خوض بحر مهالك ذي زخرة، فتعضه الأحداث عضة مازح، وتمر مرة صحب صيف صحب صيف مرة. نعم. كأن الأمر مجرد حدث عابر وانتهى. فلذلك هذا التعذيب ينقطع، أما تعذيب يوم القيامة فإنه التعذيب الذي لا ينقضي وليس فيه أي راحة ولا له أي انتهاء. فلا يعذب يومئذ، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نعم. وكذلك بالنسبة لحبس الأدوية، هو من جنس حبس التغذية. هل هذا يدخل فيما يسمى، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل عقوبة الإنسان في رزقه، قال لا تجعل عقوبة الإنسان في رزقه، فمن رزقه أدويته، فالأدوية داخلة في التغذية. هل هذا يدخل فيما يعني يسميه العلماء يعني القتل بالترك أو بالتسبب؟ لا، هذا قتل مباشر، ليس مباشر بالتسبب ولا بالترك، هذا قتل مباشر، لأنه هذه الأمور من المعلوم أنها إذا انقطعت عن الإنسان مات قطعا، فقطعت عنه عمدا ومنع منها، كالذي يقتل بالإغراق في الماء أو الإحراق بالنار أو منع الماء حتى يموت أو بالتجويع حتى يموت، فهذا من القتل المباشر. نعم. إذن هي جريمة جنائية. طيب أنا أنتقل عدة جرائم. جريمة في القتل بذاته، قتل الأبرياء الذين ليس لم يقتلوا نفسا حرمها الله، ولم يرتدوا عن دين الإسلام، ولم يزنوا وهم محصنون بدون سبب، هؤلاء الثلاثة هم الذين أباح الله قتلهم من المسلمين. نعم. فهو لم يقترف أي جريمة من الجرائم الثلاث، فلذلك كان قتله جريمة. التعذيب. الأمر الثاني أنه بالتعذيب. الأمر الثالث أنه بالتواطؤ، تواطأ عليه عدد من الناس، وقد أخرج مالك في الموطأ وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قتل 7 أو 5 من أهل صنعاء تمالؤوا على قتل غلام اسمه أصيل، قال لو أن أهل صنعاء تمالؤوا عليه لقتلتهم به. نعم. طيب تمالؤ عليه أهل صنعاء جميعا. صحيح. لعلنا يعني نتعرض لهذه الأمر، إن قضية الدكتور عصام دربال ليست هي القضية الوحيدة، ولكن هناك قضايا كثر. دكتور جمال عبد الستار، يعني في هذا الإطار أيضا، ونحن نتحدث عن دكتور عصام دربال، ليس دكتور عصام دربال كما ذكرت هو الأول، لكن في مقبرة العقرب كما يسميها أهل مصر الآن، هذه الحالة الخامسة، والمعروف أن الذي تولى هذا السجن قبل ذلك كان هو المجرم مجد عبد الغفار وزير الداخلية الآن، وهو تعرضت الجماعة الإسلامية أيضا في فترة التسعينيات لمثل هذه الأمور، فهي كأنها أمور ممنهجة، ومن يذهب إلى هذا السجن كأنه يعني يذهب للقاء حتفه. الآن كيف تنظر أنت يعني رجل أولا في إطار العلماء وفي نفس الوقت أنت في التحالف الوطني، كيف ترون هذا الأمر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد،
فمنهجية القتل التي جاء بها هذا الانقلاب إنما ظهرت من أول لحظات إتيانه، فبدأ بالتطاول على المسلمين بسفك دمائهم، وأصبح سفك الدم هذا أصبح شيئا مألوفا في مصر للأسف الشديد. مصر التي كانت أبعد البلاد عن سفك الدماء والاستهانة بها، أصبحت الدماء أمرا مهدرا. تسمع النهاردة قتل 10 فين وقتل 20 فين، وأصبحت هذه إشكالية كبرى، وهذه سقطة في مصر تحتاج إلى علاج سنوات طويلة. حينما يحدث تساهل، مصر 90 مليون، حينما يحدث تساهل بالدماء هذه الدماء لن تقف عند اخوان ولا عند معارضة، ولكنها ستكون يعني سمتا في كل مدن وفي كل قرى مصر، وهذه كارثة لا يمكن لأحد ان يتنبأ متى تنتهي. هذه نقطة. النقطة الثانية، انظروا الى هذا المشهد. يعني حضرتك انك تشير ان هذا الامر يعني لن يقف عند حتى من هو مع الثورة، لكن الثورة المضادة ربما ينهى هذا الامر. نعم، لان الثورة المضادة هي مجموعة مضادات متتالية، يعني تجمعت مجموعة مصالح متضادة فيما بينها، تحالفوا على ارادة الشعب وعلى حريته وعلى هويته، وبالتالي هم اصحاب مصالح، واصحاب المصالح دائما يتشاجرون، واصحاب المصالح دائما يتنافسون، واذا ملكوا السلاح واذا ملكوا القوة كما هو الان، واذا ملكوا من بعض الادوات فانهم يقينا يعني ينقلب بعضهم على بعض. وانا اعتقد اننا سنرى هذه النماذج قريبا، لانه يعني من اعان ظالما سلط عليه. بهذا الخصوص هناك كاتب اسمه يعني سليمان الحكيم. نعم. كان مع هذا الانقلاب منذ اللحظات الاولى، وهو تقريبا يوم حفل ترعه السويس يعني اهين واذل امام احد الكمائن، وكان فيها بعض العسكر، فخرج بعد ذلك يقول انه سيذهب الى اسرائيل. يعني طبعا يذهب الى اسرائيل احسن من هو، يعني لان من جرائم هذا الرجل انه سوق كثيرا للقتل، وسوق كثيرا للتعذيب، وسوق كثيرا للتدمير، وكان ياتي على قناه الجزيره فيعني يقول اشعارا في الانقلابيين وفي جرائمهم، ويبرر تبريرا يعني مقوتا، ولذلك هذا جزاؤه والجزاء من جنس العمل. انقلب اليوم الرجل النهارده وكتب مقاله بيقول فيها اني في مصر اليوم كمان بيقول اني قناه السويس ترعه وليس قناه، فدي من نعم الله سبحانه وتعالى. لكن انا فقط هنا اؤكد على هذا، على معنى ان كل محاولات كسر الاخوان او كسر التيار الاسلامي او كسر الثوار، كل المحاولات باءت بالفشل. راينا الناس يخرجون من المعتقلات او من غيرها بعد كل صور الارهاب اشد واقوى واكثر ثباتا واكثر صمودا، لان هذه المجموعه الانقلابيه لم تدرك بعد ما الذي تغير في مصر. الذي تغير في مصر ان حاجز الخوف قد كسر، ولن يستطيع أحد أبدا أن يبنيه مرة أخرى، لأنه كسر من قلوب الناس ومن قلوب الشباب. ولذلك العالم كله يتعجب كيف يصمد هؤلاء مع كل صور الإرهاب التي يمارسها هذا الانقلاب على المصريين. طيب دكتور جمال، قبل أن أنتقل لشيخنا الكريم الدكتور محمد، معنا على الهاتف الآن الأستاذة إيمان، وهي زوجة أحد الصحفيين اللي هم موجودين في سجن العقرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد سبيع وهو أحد الصحفيين الموجودين في داخل سجن العقرب، كيف الحال أستاذة إيمان؟ الحمد لله بخير. طيب أنا عايز بس نعرف ماذا يدور بالنسبة لهذا الصحفي الأستاذ أحمد، يعني هل هو فعلا في داخل هذه السجون والمعتقلات يتعامل على اعتبار أنه صحفي، أو على الأقل يتعامل على أنه إنسان، أم كيف هذه المعاملة؟ والله هو يعني احمد في العقرب مشدد سيء السمعه في حبس انفرادي، يعني قرابه العام حتى 24 ساعه انفرادي، يعني يمكن احنا قربنا على 6 شهور كانت الزيارات مقفوله، مش عارفين نطمن عليهم، مش عارفين نعرف اخبارهم. لما اتفتحت الزيارات او سمحوا بالزيارات ان احنا ندخل، انا زرته الاسبوع اللي فات، يعني لقيته فاقد اكتر من نص وزنه، يعني ظهر عليه الاعياء الشديد، باين عليه طبعا يعني سوء المعامله بدليل ان شعره طويل، منعينهم من كل حاجه، مش موفرين لهم اي حاجه. كنا بنعرف من المحامين ان حتى الميه الصالحه للشرب ممنوع منها كل المعتقلين في العقرب. الطعام طبعا ما فيش اي طعام كان بيدخل لهم لا من بره، ويعني واضح جدا من اوزانهم كلهم ان ما كانش في طعام بيقدم ليهم جوه. هم فقدوا اوزانهم لكن معنوياتهم في السماء.
يعني احنا بنروح في الزيارات بنلاقيهم يعني ربنا يثبتهم ما شاء الله عليهم، هم اللي بيثبتونا، هم اللي بيقولوا لنا احنا بخير والفرج قريب، ويعني ان شاء الله ربنا هيفرجها قريبا ويثبتوا، احنا بنبقى واقفين قدامهم مش عارفين نقول لهم ايه. طيب يعني القضية الآن، أنت أول زيارة للأستاذ أحمد منذ 6 أشهر. هم يعني قفلوا الزيارات من شهر 3، يعني تمكنا من الزيارة في شهر 5، وبعد كده طبعا يعني الزيارة دي كانت قدرا كده يعني حسب مزاجهم. لكن هل الآن تدخل بعض الأطعمة أو الأدوية أو ما شابه ذلك، أم ما زال حتى هذه؟ لا كله ممنوع، كله ممنوع. طب ما السبب في ذلك؟ يعني هل أنتم بتدخلوا متفجرات ولا بتدخلوا إيه بالضبط في هذا الأكل، عبارة عن إيه؟ والله هو الأكل اللي كانوا بيدخلوه قبل كده قبل ما تغلق الزيارات، يعني كانوا بيقولوا لنا وجبة فرد واحد، وجبة فرد واحد دي كنا بناخد العلبة صغيرة فيها الوجبة اللي قالوا عليها، كانوا بيتعمدوا إنهم يعني يقللوا منها في كيس بلاستيك قدر لا يكفي طفل صغير، فطبعا يعني فيها مهانة ومذلة لينا وليهم جوه. فاحنا امتنعنا في الفترة الأخيرة إن احنا ندخل، لأن طبعا احنا يعني يعتبر الوجبة دي لا تكفي يعني حد خالص، فاحنا امتنعنا عن الموضوع ده، لأن هم متعمدين إن هم ما يدخلوش أكل. لما يدخلوا معلقة رز واحدة ويدخلوا قطعة لحمة صغيرة، دي وجبة هتشبع مين؟ طيب هل كنا بنسمع زمان ايام الرئيس محمد مرسي ان في حاجه اسمها منظمات حقوق الانسان والمنظمات الحقوقيه والمجتمع المدني، هل هذه المنظمات تواصلتم معها او لها صوت؟ والله واحنا يعني قدمنا بلاغات لكل المنظمات ويعني وتواصلنا مع كل المنظمات، لكن يعني هنخاطب مين؟ طيب هل في النهاية هم كلهم بيدوروا على مصالحهم. الحالة النفسية، وأحاول يعني أن أختم معك بهذا السؤال، الحالة النفسية بالنسبة للأستاذ أحمد ويعني وغيره من إخوانه من المعتقلين من الشباب والكبار والصغار، كيف ترون هذه الحالة؟ والله يعني أنا قلت لحضرتك يعني بالرغم من إن هم حالات إعياء طبعا، عدم توفير العلاج وتوفير الدواء والإهمال الطبي الشديد، يعني عدم توفير الأطعمة، الضغط عليهم دوت طبعا يعني في مشقة جسدية، لكن معنوياتهم مرتفعة جدا، مستبشرين خير، متوقعين ان الفرج قريب جدا اقرب ما يكون، يعني ثابتين ثبوت الجبال. الأستاذة إيمان زوجة الأستاذ أحمد سبيع الصحفي المصري، شكرا جزيلا لك. أنا قبل بس ما أرجع لأستاذنا فضيلة الدكتور محمد، عندنا بعض الصور يا إخواننا، لو تعرضنا الصور الموجودة عشان بس المشاهد يرى حال إخواننا يعني المعتقلين قبل وبعد السجون، لو حتى أستاذتنا الكرام، أدي على اليمين صورة أحد الشباب قبل وبعد، أدي على اليسار بعد. الصورة كمان يا إخواننا، أدي الأستاذ الباشمهندس خيرت الشاطر، الصورة اللي على اليسار قبل، والصورة صور يعني تلحظ فيها إن في تغير. نعم، ادي الدكتور احد الشخصيات البارزه في علم الاقتصاد، وهذه بهذه الصوره طبعا اللي تحديات كانت اثر التعذيب الذي نعم. طيب الدكتور مجدي قرقر وهو من الشخصيات الممثله لحزب العمل الاسلامي، وكان له دور بارز ايضا في التحالف الوطني في مصر، وهو استاذ في كليه الهندسه، من الشخصيات المرموقه. والرجل ايضا انظر الى الصوره في الاسفل، هذه قبل الدخول، والصوره في الاعلى هي بعد الدخول المعتقل، فهو موت بالبطيء. فضيله الاستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين، هذه صورته قبل، والصوره الثانيه بالبدله الحمراء، وانا مش عارف دلوقتي بقينا مش عارفين نعد الدكتور بقى عنده كم اعدام حتى الان. هذا البطل المجاهد الداعية الدكتور صفوت حجازي، وهو أيضا من الشخصيات التي لها دور من البداية، وأدي الصورة على اليسار وصورته على اليمين يعني أعلى وأسفل قبل أو عفوا بعد. الرئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتتني، الشخصية البارزة المهذبة المؤدبة، الرجل الخلوق، وهذه صورته قبل وأيضا هذه صورته بعد، والحبل على الجردار. المهندس أيضا جهاد الحداد، يعني الصورة واضحة جدا، صورته على اليمين يعني سبحان الله ترى كأن يعني وهذا أيضا أخوه، صورة يعني من يرى الصورة يرى أن هذه لشخص وأن هذه لشخص آخر.
طبعا يعني الدكتور رحمة الله عليه طارق الغندور، وهو يعني هذا أيضا الشهيد المغربي الذي قضى يعني سنوات طويلة في حكم يعني المجرم يعني حسني مبارك، ثم بعد ذلك أفرج عليه، ثم بعد ذلك دخل المعتقل ولقي الله سبحانه وتعالى، وهو الرجل الذي يعني عاش في كل المعتقلات وفي كل السجون، وهو شهيد أيضا سجن العقرب. وأخيرا معنا الدكتور فريد إسماعيل، الرجل الخلوق صاحب البسمة المعروفة، ويعني أيضا أفضى إلى الله سبحانه وتعالى. معظم هؤلاء أيضا من إما أنه معتقل في سجن العقرب، وإما أنه لقي حتفه وهو في سجن العقرب. أعود إلى شيخنا الدكتور محمد الحسن. شيخنا الكريم، هل رأيت مثل هذا؟ بالنسبة لكل هذا ذكرنا أنه غير مستغرب لا على السالك لطريق الأنبياء، فالجنة حفت بالمكاره، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الله له في كتابه هذا الامتحان، وقد قال الله في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وبعدها يقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فأولئك الذين يسلكون طريق الحق ويسلكون طريق الأنبياء لا بد أن ينالوا ميراث الأنبياء، وهذا الطريق سلكه من هو خير منهم. وقد جاء في سورة الأنبياء في قصة أيوب عليه السلام قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسيره عند قول الله تعالى وذكرى للعابدين، قال أي لئلا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. لئلا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. فهذه سنة الله وهذه طريق الأنبياء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. طيب وقد صح عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال والله لقد رأيتنا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا أحد إلا ويعصب الحجر على بطنه من الجوع، ثم والله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأوصار. وأخرج البخاري الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خبت إذا مضل سعي. وفيه أنه قال لقد رأيتني في الشعب خرجت لقضاء حاجتي فوقعت يدي على شيء فنفضته فإذا هو جلد فأتيت به أصحابي فشويناه وأكلناه. وفي حديث عتبة بن غزوان أنه خرج ذات ليلة في الشعب لقضاء حاجته فلما وصل إلى البطحاء مست يده شيئا فأخذه فإذا هو جبة، قال فنفضتها فأتيت بها أصحابي فقسموها نصفين فأعطوني نصفها فاتزرت به وأعطوا سعد بن مالك نصفها فاتزر به. فهذا الحال هو حال المقربين. لكن شيخنا الكريم، ألا ترى أن حديث كلام سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ألا تستعجل تدعو الله لنا، ألا يعني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ألا ترى إلى ما نحن به. الآن هذا لسان حال الناس الآن. الناس نعم إلى متى سيأتي الفرج قريبا؟ نعم. قال أما قال ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه، قال إنه قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيفرق به فرقتين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من جلد ولحم لا يصده ذلك عن دينه، وهو الذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هذه طريق الأنبياء والفتح قريب، وكلما ضاقت
دل ذلك على قرب الفتح، وأيضا على أنه فتح لن يكون فتحا معتادا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في وقت الضائقة والشدة التي وصفها الله في كتابه وقال فيها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحال يقول لهم: الله أكبر، أعطيت كنوز كسرى وقيصر ولتنفقنها في سبيل الله. هناك من يظن بالله الظنونة، نعم. يعني هذه مع تلك. فسبحان الله، لم تمضي 7 سنوات حتى فتحت كنوز كسرى وقيصر وانفقت في سبيل الله. طيب أنا دعني أكون صريح مع حضرتك، ويعني أود أن أقف عند هذا الأمر وقفة جلية. جاءني أحدهم وقال وبالحرف الواحد أمام هذه المجازر أين الله؟ ربنا سيبنا كده ليه؟ ليه؟ نعم، بالنسبة لضعفة الإيمان هذا شأنهم، وهذه الفتن دائما ينقسم الناس فيها إلى 4 مواقف. نعم. الموقف الأول موقف الصرحاء من المنافقين الذين ينتهزونها فرصة فيظهرون ما كانوا يكتمون ويبدون ما كانوا يهمجمون، وهذه فرصتهم، فما يعتقدونه يتلفظون به الآن. ما كان في صدورهم من الشك أو الريب أو الوهم يتلفظون به بألسنتهم. والموقف الثاني موقف المخذلين الذين إذا رأوا من يقدم خيرا أو يضحي أو يقف في مسيرة أو يخرج في مظاهرة وهو يريد التقرب إلى الله بذلك امتثالا لأمر الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. والقوامون جمع قوام، والقوام الفعال الكثير الفعل، فلا يصدق ذلك على قليل الخروج، نعم، وإنما يصدق على كثير الخروج في المسيرات والمظاهرات ونحوها. نعم. إذا رأوه خذلوه ومنعوه وقالوا: ماذا يفيد وقوفك؟ ولا مقام لك، ولا نفع فيك، ولا دفع. والموقف الثالث موقف الضعفة، ضعفة الإيمان، الذين يهتمون بشؤونهم الخاصة ويتركون أمر العامة فينكفئون على مصالحهم وشؤونهم. والموقف الرابع موقف أهل الإيمان والتقوى، فإن هذا لا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما وتضحية وبذلا. وهذه المواقف الأربعة واضحة في قصة الأحزاب، فالله يقول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا الموقف الأول. والموقف الثاني قال: وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هؤلاء المخذلون ينادون الناس بالروح القومية والوطنية ولا ينادونهم بروح الإيمان، يقولون: يا أهل يثرب، ولم يقولوا: يا معشر المهاجرين والأنصار، ولم يقولوا: يا أيها الذين آمنوا، ولم يقولوا: يا معشر المؤمنين، قالوا: يا أهل يثرب. ينادونهم بروح الوطنية للتفرقة، نعم، هي النزعة القومية والوطنية، نعم. يا أهل يثرب لا مقام لكم، معناه ولا استقرار لكم ها هنا. وفي القراءة السبعية الأخرى: لا مقام لكم، معناه لا نفع فيكم ولا دفع، لا مقام لكم، فارجعوا، معناه ففروا أو ارجعوا إلى بيوتكم. طيب. والموقف الثالث قال فيه: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. أما الموقف الرابع فقد قال فيه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. والله سبحانه وتعالى يمتحن عباده ويبتليهم، وبعد ذلك يتمايزون فيتبين من صدق الله سبحانه وتعالى ومن كذب. فلا بد أن يظهر ذلك، لا بد أن نعرف من هم الصادقون بالامتحان. إذن عند الامتحان يكرم المرء. إذن هذه مزلزلة وفاضحة وكاشفة حتى يظهر من يثق في الله جل وعلا وفي نصره، ومن يعبد الله سبحانه وتعالى على حرف، نعم. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابتهم فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. دكتور جمال، يعني أعود لأبدأ من جديد فيما يتعلق بالعمل الذي قامت به الرابطة الآن. الرابطة أقدمت على عمل كان له صدى في داخل مصر، ويعني أحمد الطيب تحدث عباس شومان وقال أن من سينضم إلى هذه الرابطة أو إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في خلال أسبوعين يعني لازم يوقع أنه هو بعيد عنهم. أنا السؤال هنا، إذا كان لهذا المؤتمر ولهذه الرابطة هذا الدور، هل ترى أن هذا المؤتمر تأخرنا فيه؟
ربما يقينا تأخرنا فيه. نعم. الناس يتطلعون من أول لحظات إلى العلماء، العلماء قاموا بدور كبير لا شك، ولكننا الآن لابد أن ندرك أن هناك رسالة من هذا المؤتمر، أن القضية لم تصبح قضية مصرية بحتة، ولكن أصبح قضية عالمية، ثم أن القضية ليست مجرد قضية سياسية مجردة، ولكنها قضية دينية علمية شرعية، ولذلك تداعى العلماء من كل حد من وصوب ليقول الأمة بلسان حالهم وبلسان قولهم أن هذه القضية قضية إسلامية، قضية شرع، قضية حق، قضية إنسان، قضية أركان الإسلام، قضية مقاصد الإسلام، كل هذه إنما هذا كم كان عدد الدول الممثلة في يعني يربع على 30 دولة اجتمعوا من كل حدب وصوب، رغم هناك صعوبات في هذا التوقيت في الحجز إلى إسطنبول بصفة خاصة، ومع ذلك تجشموا يعني عن السفر، وبفضل الله سبحانه وتعالى شاركوا مشاركة فعالة. بعض الناس يقولون بأن هذا التجمع هو تجمع إخواني صرف، فما الرد عليهم؟ أولا ليس تجمعا إخوانيا لأن كان هناك تنوع كبير منه، ثم هناك رموز كثيرة من هذه الرموز لا تحسب على أحد، زي مثلا يعني فضيلة الشيخ لا يحسب على إخوان ولا على غيرهم، الناس اللي جاية من إندونيسيا، من ماليزيا، من الهند، من باكستان، هؤلاء يعني ليسوا لهم علاقة. هل هناك جماعات أخرى في من داخل مصر كانت ممثلة؟ كانت طبعا يعني كان احنا طبعا هؤلاء، أنا أؤكد أن التمثيل في هذا الأمر ليس تمثيلا حصصيا، وليس تمثيلا حزبيا، وليس تمثيلا سياسيا، هو تمثيل علمي. نعم بعضهم كان ينتسب لجماعات الجماعة الإسلامية، وبعضهم ينتسب لحزب أصالة أو بغيرها، ولكن الأصل في هؤلاء وفي أصل في التجمع أنه تجمع علمي، ولذلك لم تر فيه أحد حتى من السياسيين، وكانت المنطلقات منطلقات شرعية، وكان النقاش نقاشا شرعيا، وكان شرعيا ربما اختلف العلماء في اختلافا بينا في أشياء كثيرة، ولكنهم خرجوا برؤية واضحة لهذا الأمر. سنتحدث عن هذه الرؤية، ولكن ما هي المحاور الأساسية التي ناقشها العلماء في هذا؟ يعني جلستم، كان الجلوس يومين، يومين كمان. طيب المحاور الأساسية لهذا المحور الرئيسي في هذه القضية أن العلماء إذا اجتمعوا لابد أن يبينوا للناس الحق ولا يكتمونه كما أمرهم الله سبحانه وتعالى وأخذ عليهم الميثاق، وبالتالي إذا وجد تجمع علمائي فلابد أن يخرج حكما، ولذلك يعني بذل جهدا كبيرا في استخراج الأحكام الشرعية المتعلقة بمواجهة الانقلاب ومواجهة المستبدين وبدفع المظالم وبدفع الإصائل وبكل التفاصيل المتعلقة بمواجهة المجرمين والطغاة ومقاومة الإرهاب الذي يمارس على المسلمين في أقصى البلاد وأدناها، ويمارس ليل نهار على مسمع من الدنيا بأسرها. ولذلك إذا تخلت البشرية عن المسلمين وهم يقتلون بهذه الطريقة، فكيف يسكت العلماء وهم الذين يعني أوكله الله تعالى أن يقوم بهذا الأمر وهذا الواجب؟ ولذلك كان التطبيق لهذا الواجب أن اجتمع العلماء ليبينوا تلك الأحكام. فالمحور الأول هو المحور الشرعي أو الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالواقع المصري، إعدامات واعتقالات وسجون وهتك أعراض وسفك دماء، كل هذا ومقاومة وتوصيف هذا الإجرام الذي في مصر، كل هذا سيخرج في كتيب يكتب بلغات مختلفة وبأدلة شرعية بتفصيلية واضحة، ليكون بين يدي المسلمين في كل مكان، ليكون دستورا حقيقيا عمليا لمواجهة المستبدين والانقلابيين في كل مكان. طيب أنا سأعود إلى هذا أيضا، إلى هذا المحور الأول بما يتعلق المحور الثاني في الآثار المترتبة على الإقدام على تنفيذ الأحكام الإعدام الجائرة. ماذا لو أنهم مشوا في هذا الطريق ونفذوا تلك الأحكام، فإن مصر، لا أقول مصر، مصر ستختلف، ستشعل فيها الحرائق أمنيا واقتصاديا وسياسيا. إن العلماء، أقول العلماء، اختلفوا اختلافا بينا بين المنهج الثوري وبين المنهج السلمي، لأنهم يحاولون دفع الأمة إلى السلام وإلى السلم، ولكن هؤلاء المجرمون. سأعود في هذا إلى التفصيل، لكن أنا أريد إشارة إلى المحور الثالث. المحور الثالث كان يتعلق بالإجراءات العملية التي سيقوم بها العلماء في هذا التوقيت أو في هذه الفترة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب شيخنا الكريم دكتور محمد، يعني أعود إلى فضيلتكم مرة ثانية وأبدأ في الحديث عن التوصيف لهذا الذي حدث في مصر، ما إلى من تهيتم إليه من خلال هذا الملتقى العلمي الذي ضم كوكبة من مختلف بلدان العالم، مختلف المشارب والاتجاهات الفكرية، كيف ترون هذا الذي حدث في مصر وفي غيره؟ لم يختلف المتحاورون من العلماء أن هذا الذي حصل هو ظلم وعدوان واعتداء وبغي بكل المقاييس، وأن هذا الظلم
قد حرمه الله جل جلاله على نفسه. المحرم الوحيد على الله جل جلاله هو ظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الأمر الوحيد الذي حرمه الله على نفسه. نعم نعم سبحان الله. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكذلك نفاه الله عن نفسه فقد قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد اتفق العلماء على أن هذا الظلم متنوع متعدد، فالذي تولى كبره هو عبد الفتاح السيسي، وهو الذي عليه أوزار كل هذا الظلم بالأساس، والذين ساعدوه من العسكريين والضباط الكبار والقادة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم المباشرون الذين يقتلون الناس ويعذبونهم ويسجنونهم ويمنعونهم قضياتهم ويمنعونهم أدويتهم مغذيتهم ووضوءهم، والذين يقتصمون النساء ويفسدون في الأرض. البعض يرى عبد الفتاح السيسي مجرد رجل سياسي حاول الاستيلاء على الحكم وفقط، والبعض يرى أنه جاء للقضاء على الدين. هل هناك أدلة على ذلك؟ هو بيّن ذلك. نعم، التسجيلات الموجودة التي عرضت وطلع عليها العلماء أو طلع عليها بعضهم فيها تصريح بأنه جاء من أجل الحيلولة دون إقامة المنهج الإسلامي. نعم، وأنه لو لم يأتي لكانت إسرائيل قد اختفت، وأنه لا يمكن أن يسمح باختفاء إسرائيل. عبارات كثيرة من هذا القبيل. جاء ليحافظ على أمنها. نعم، أنه جاء ليحافظ على أمن إسرائيل، وأنه أيضا صرح بأنه لا بد من مراجعة النصوص المقدسة، وأن هذه الأمة من 1400 سنة وهي تسعى للكراهية، تثير الكراهية والبغضاء. الناس الملحدين دولة ربنا هيعذبهم ليه يعني؟ اي نعم نعم. طيب هذه كثير من الأشياء. ما حكم القائل هذه الأقوال أو الواقع في مثل هذه الأفعال؟ بالنسبة للذي اتفق عليه جمهور الحاضرين هو أن هذه الأقوال لا تصدر من مؤمن أصلا. نعم، وهذه الأفعال كذلك لا تصدر من مؤمن. ولاؤه بالنسبة لليهود والنصارى بين جدا. والله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لكن قد يقول بعض هل هذه اجتهادات لهؤلاء المجموع من العلماء أم هذه أقوال العلماء؟ لا، هذا كلام الله. نحن هنا نعم. كلام الله الصريح واضح الدلالة القطعي، قطع الورود وقطع الدلالة لا يختلف فيه اثنان. هذه ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وكذلك قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومن مما لا يختلف فيه اثنان رضا اليهود والنصارى عنه، هذا لا يختلف فيه اثنان. هناك بعض علماء السوء الذين ينتسبون للعلم والأسف الشديد يحاولون أن يصفوا الثوار في داخل مصر بأنهم خوارج، فهل هم خوارج وعلى من خرجوا؟ هذا جهل بالدين أو تجاهل له، إما أن يكونوا جاهلين أصلا وإما أن يكونوا متجاهلين، والذي أرجحه أن كثيرا منهم متجاهلون، لأن المقالات التي تطلع بأسمائهم كما خرج في رمضان باسم المفتي عدد من المقالات وهو يذم الإخوان ويأخذ مقالات كتب سيد قطب وكلامه فيخرج، معناه أنه مقتنع بكذب نفسه وبكذب ما يقول وبما يدعي. فلذلك هذا النوع من أئمة السوء هم الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غير الدجال أخوفني عليكم الأئمة المضلون، فهم أشد على هذه الأمة من المسيح الدجال. سبحان الله. مع أن المسيح الدجال لم يأتي نبي قط إلا أنذره قومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأنذر قومه فتنة المسيح الدجال، وإن نوحا أنذره قومه ألا وإني أنذركموه.
نوح أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد علم الله أنه لن يخرج في عهده ولا في عهد من يليه ولا من يليه إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنذر قومه المسيح الدجال. طب إذا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير الدجال أخوفني عليكم الأئمة المضلون. طب شيخنا الكريم، إذا كنا نقارن بين بين السيء والأسوأ، أيهما أكثر جرما، صاحب الانقلاب أم الذي شرعن له هذا الانقلاب؟ يعني عبد الفتاح السيسي احتاج إلى بعض اللحى، احتاج إلى بعض العمائم، وقف بجوار شيخ الأزهر كما وقف باب الكنيسة. أيهما أكثر جرما؟ هل عبد الفتاح السيسي بما صنع أم هؤلاء الذين شرعنوا له، أم هما في الأمر سواء؟ هم شركاء فيما يصنعون، وكل على قدر مستواه وفهمه وقدر الحجة القائمة عليه، فمن آتاه الله علما فالحجة القائمة عليه أعظم. وتعرف أول النفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، رجل آتاه الله من العلم ما آتاه فعرفه ونعمته عليه فعرفها فقالها ما عملت فيها؟ قال يا ربي علمت فيك العلم، فيقول الله كذبت، ويقول الملائكة كذبت، إنما علمت ليقال عالم فقد قيل، فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار. فالذي علمه الله العلم قامت عليه الحجة أكثر من غيره، ولذلك يضرب له أخص الأمثلة، أخص الأمثلة من البهائم الكلاب والحمير. نعم. وقد ضرب الله بها الأمثلة لهؤلاء العلماء الضالين، فقد قال الله تعالى في سورة الأعراف: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. أخلد إلى الأرض. نعم. قال تعالى في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والجامع بين العلماء المضلين وبين الكلاب والحمر هو المذلة والمهانة. فقد ذكر الله وجه التشبيه بالكلب فقال إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث، وهذا غاية المذلة والهوان. وكذلك الحمر الأهلية فيضرب بها المثل في المذلة والهوان. وقد قال الحكيم: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته ولا يشج ولا يرثي له أحد. نعم. أنتقل إلى فضيلة الدكتور جمال عبد الستار. النقطة الأخيرة التي تحدث فيها فضيلة الشيخ محمد، هل ترى واقع فعلا في مصر، وأنت كنت يعني في فترة من الفترات وكيل وزارة الأوقاف، هذه النوعية هل كانت تتزلف إليكم لتأخذ يعني منصبا أو فتاتا؟ كانت هذه تأتينا ليلا نهار، بل إن هذا الأمر وصل إلى حتى شيخ العسكر نفسه. يعني شيخ العسكر كان إذا قابلني يقول لي: إياك والوهابية، إياك والسلفيين، سيفسدون عقيدة الأزهر، وهؤلاء عقيدتهم لا علاقة لها بالإسلام. فإذا انصرم جاء منعم شحاتة وحزب النور ومجموعته يقولون: فنريدكم أن تحفظوا الأوقاف والدعوة من عقيدة الصوفية، عقيدة شيخ الأزهر، فعقيدته فاسدة، ويقعون فيه. وما نعلم أنهم تمالأوا يعني بباطلهم مع بعض يعني. نعم. هذه النقطة. ولكن أقول كثير من الذين الآن يعني يقفون الآن، الذين يعارضون الإخوان أو يسبونهم أو يتهمونهم بالإرهاب أو يكفرونهم، كانوا إذا قبلك تنزع يدك من يده بالإجبار، يريد أن يقبلها ليل نهار. يعني ما قبلك إلا وانحنى يعني بكل ما أوتي من قوة ليقبل يدك، وما لا لشيء إلا لمصلحة. ثم الأكثر من ذلك أننا وجدنا من المخازي ومن المآسف ومن الجرائم الأخلاقية والمالية حتى الكثير، حتى قلت لهم من أول أسبوع إن الشيطان يتعلم بدروس خصوصية في هذه الوزارة، يعني وزارة الأوقاف. والله كنت أستشعر من كثرة تأكدي مما أنا عليه، أستشعر فعلا أن الشيطان يسكن في هذا المكان، يعني وكنت أستشعر ذلك في جسدي. لكن لماذا لم تدخلوا بهذه الأوراق وتلك المستندات إلى القضاء؟ يعني من قال هذا؟ هذا من أول أسبوع حولناها إلى شؤون قانونية، وبعد شهر حولنا شؤون القانونية نفسها إلى النيابة الإدارية،
ثم بعد شهرين النيابه الاداريه لم تفعل شيء، حولناها للنيابه العامه يعني، ثم بعد ذلك النائب العام ولم شيء، وكل الذين سبقت عليهم جرائم حقيقيه ماليه واخلاقيه اصبحوا الان وكلاء وزراء او وزراء او مسؤولين، بل اكبر المسؤولين في الاوقاف الان كانوا من اكابر المجرمين، واقل واحد فيهم عنده جريمه واثنين وثلاثه، ولذلك هم يسارعون في الجرائم ويسارعون في تلبيه ما يريد العسكر اكثر مما يأمرهم احيانا، لانهم يعرفون ماذا قدموا وماذا اجروا، ولو اخرجت الدوسيهات او الملفات التي فيها الجرائم التي اقترفوها سيكون خزيا عظيما، ونسوا العرض على الله تعالى. طيب. والخزي الاكبر طيب. يوم القيامه. دعني دكتور جمال ايضا في هذا الإطار أتحدث عن نقطتين، النقطة الأولى وأنا أشرت لها في قبل ذلك، وهي أنتم أصبحتم منظمة إرهابية عند عبد الفتاح السيسي وأحمد الطيب ومختار جمعة. نعم. إيه اللي أنتم عملتوه؟ أنتم ما فيش حاجة طلعت غير هو نداء الكنانة واحد ونتكلم عنه الآن. نعم. إيه اللي أنتم عملتوه؟ لماذا هذا؟ دائما الباطل لجج، الحق أبلج والباطل لجج، دائما اللص خائف، حتى لو كان طفلا صغيرا في البيت اللص خائف، ولذلك أنه لأنه لص ولأنه باطل. لأنه يخشى من كل كلمة حق، يخشى من كل حكم شرعي، يخشى من كل كلام يدل الناس على الحق ويقوم بإعادة الوعي إلى الناس مرة أخرى. ولذلك كان من العجيب أن ترى ردود أي رد من شيخ العسكر أو من وزير الأوقاف أو من الهيئة نفسها، أن ترى دليلا شرعيا من آية أو من حديث أو من قول للعلماء. يعني وأنا قاعد مع فضيلة الشيخ محمد حسن تقريبا سمعت لي أكثر من 50 حديث حتى هذه اللحظة من أول حلقة إلى الآن، وهو في بيانات السنتين كاملتين ما قرأت حديثا ولا سمعت آية ولا استدلال لقول من أحد من العلماء ولا قول فقهي ولا علمي ولا شيء، ولكن ما عندهم أن هؤلاء لابد أن يقبض عليهم، لابد أن يوضعوا على قائمة الانتظار، لابد أن يقع تحولت إلى وزارة داخلية إلى أمن دولة. وهو حقيقة أنا أؤكد أنهم لا يجاملون هؤلاء. نعم. لا يجاملون ينفقون، ولكنهم يقومون بما تعلموا وبما اقتنعوا عليه، ولذلك هم ليسوا من الذين يساعدون الإجرام، ولكن كما قال شيخنا من أكابر المجرمين. هؤلاء من أكابر المجرمين أنهم يعتقدون ما يفعلونه ولا ينافقون، لأنهم اعتقدوا هذا المعتقد الباطل، ولذلك هم يعرفون أين تكون المصلحة ويسيرون خلفها أيا كانت. طيب أعود إلى شيخنا الكريم الدكتور محمد فضل. دكتور محمد، في هناك قضاء متمالئ، هناك داخلية الشباب عندنا وصفوها بأنهم بلطجية، وهذا هو أقل الأوصاف التي تجوز بهؤلاء. هناك إعلام ممول وفاسد يموله الفاسدون المفسدون. هناك أيضا رجال أعمال يعني يريدون أن تبقى مصر بهذه الصورة حتى تكون هي الدجاجة التي تبيض لهم بيضا صباح مساء. حكم هؤلاء، أن أود أن نقف البيان ورشات العمل التي كانت في اليومين الماضيين، هل تعرضت لهؤلاء وما حكم هؤلاء؟ نعم، بالنسبة لكل هذه الصفات هي صفات المنافقين في كتاب الله، فقد قال الله تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ودائما أنا أذكر أن القصص التي يوردها الله في كتابه هي قصص القرآن، لا تأتي لمجرد التاريخ وذكر الأخبار، وإنما تأتي لما يتكرر، لأنها دروس تتكرر. نعم. فقصة موسى وفرعون تكررت في القرآن كثيرا، وذلك بسبب كثرة تكررها في واقع الناس وحياتهم. فهي قصة الطغيان عموما، والطغيان يقوم فيها على 5 أركان. الركن الأول الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، ويخيل إليه في نفسه ما ليس حقيقيا. عندنا فتح السيسي يقول أنه طبيب، يقول أنه طبيب، ويقول العالم كله يأخذ من الدروس ويرجع إليه، ويقول أنا لقيت الله مرتين، ويقول أشياء كثيرة ما يخيل إليه كما كان فرعون يخيل إليه. فهذا الركن الأول. الركن الثاني الوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على تلبية كل رغباته وتحقيق كل رجاءاته ويمثلها هامان. هامان كلهم كده. والركن الثالث رجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته لبقاء الظلم والطغيان وبقاء ما كان على ما كان، ومثله قارون وسويرس. اي نعم. ومحمد أبو العنيه. والركن الرابع رجل الدين الذي يبيع علمه للطغيان لتبرير وتسويغ كل قراراته وأفعاله وتصرفاته. سحرة فرعون. ومثله السحرة قبل إيمانهم. نعم. فإنهم يبيعون ذلك ويعرضونه للسوق. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. نعم. هم يبيعون هذا يسوقونه.
والركن الخامس رجال الإعلام، فهم يسخرون أقلامهم وألسنتهم لقلب الحقائق والكذب، ولا يغطون من الواقع إلا ما يكون في خدمة الطغيان ما يرضاه الملك. ويمثلهم الحاشرون، فإنهم قالوا: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ فإن كانوا مغلوبين لا، هذا لا يغطونا. نعم، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، جانب واحد من الاحتمالات. نعم، الاحتمال الثاني اللي حصل في 25 لما نجحت هذه الثورة، جاءت هذه هؤلاء الجموع. نعم نعم، فلذلك هذا من سنن الله الباقية، وهو دائما تصديق لكتاب الله يزيدنا إيمانا وتسليما ويقينا بأن هذا الكتاب كلام الله وليس كلام المخلوقين، وأنه هو الحق وهو الفصل ليس بالهزل. فيظهر لنا فيه كل يوم عبر وآيات، ونحن نراها في الكون من الآيات المنظورة، وهي مصدقة للآيات المستورة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك هذه الطبقات المشاركة في الانقلاب والفجور، أيضا ليس الانقلاب على الشرعية كما يظن الناس وعلى الرئيس وعلى الشعب، انقلاب على الدين. فالانقلاب على الدين من أجل تبديله وتغييره، فيها مشايخ كما ذكرت وقادة دينيون سواء من المسلمين أو من الأقباط، وفيها رجال أعمال ومال، وفيها رجال صحافة، وفيها الوزراء والمقربون، وفيها ضباط وأمن، وفيها مشاركون، فيها كل أنواع أركان الطغيان الماضية، وسيبقى ذلك. طيب شيخنا الكريم، بالنسبة يعني بعض الشباب قد يتم الاعتداء عليهم إما من بلطجي أو إما من ضابط شرطة أو إما من ضابط يعني حتى يعني من رجال العسكر، هل يجوز الإنسان أن يدافع عن نفسه عن ماله عن عرضه، أم أنه يقف بهذه الصورة مسالما؟ أنا واحد جاي بيضرب فيه وبيخبط فيه، يريد أن ينتهك عرضي، يريد أن يأخذ مالي، هل الإنسان يقف بهذه الصورة أم أنه إذا دافع عن نفسه يلام؟ لا، بالنسبة للدفاع الجماعي معناه لا يحل لأهل مصر أن يستسلموا، ويجب عليهم أن يدفعوا، هذا محل إجماع. نعم، هذا الدفاع الجماعي، لأن الله قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقد ذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتاب التفصيل الإجماع على أن الحاكم إذا ظلم فردا من أفراد الأمة يجب على الأمة أن تقوم معه حتى ينال نصفته، وذكر عدد من الأئمة الإجماع على ذلك. هذه قضية. القضية الثانية هي الدفاع الفردي. فالدفاع الفردي ما كان منه متعلقا بدين الإنسان أو بحرمه، اعتداء على زوجته أو ابنته أو أخته أو أهله، لو يعبر عنه الفقهاء بالعرض. لا، الفقهاء لا يعبرون عنه بالعرض، هذا باللهجة فقط، باللهجات المعاصرة. نعم، الفقهاء يعبرون عنه بالاعتداء على الحريم، على الحريم إيه، أو الحرم. فالاعتداء على هذا أيضا لأنه متعلق بدين الإنسان وبعرضه وبذكره بين الناس، فهذا يجب عليه أن يدفع بما يستطيع. ثم بعد ذلك الاعتداء على بدن الإنسان بما لا يقتله، كأن يضرب الإنسان أو يلطم أو يؤخذ له مال، فهذا محل خلاف، هل يجوز له الدفاع أو يجب عليه؟ يعني حضرتك، لكن لا خلاف في الجواز، الخلاف فقط في الوجوب، هل هو واجب أو جائز. نعم، ولذلك يقول الفقهاء: وهل دفاع صائل على حرم أو نفس أو مال يجوز أو حتم؟ لا يعدو أحد أمرين، إما أن يكون جائزا وإما أن يكون محتما واجبا. نعم. نعم، ودليل الوجوب هو أن الله سبحانه وتعالى قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا أمر، والأمر أصله للوجوب. ثانيا، دفاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة بعد أن هاجروا، وقد كان قبل ذلك في مكة لا يدافع، لأن الله أنزل عليه: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، في سورة الجاثية. والذين يرون الجواز يستدلون بقصة ابني آدم، فإن الصالح من ابني آدم قال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فهذه قصة قصها الله علينا في كتابه، وشرع من قبلنا
إذا ثبت بشرعنا فيما لم يرد فيه شرع لنا فهو شرع لنا، فهذا عند طائفة من أهل العلم. لكن الذي نرجحه هو ما كان من شرعنا وقد ثبت في شرعنا أمر الله لنا بقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. نعم. ولذلك فالفعل النبوي وحلف الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد لا يقتلنا من قريش ذلك، وأيضا حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله أمرني أن أقتل قريشا، فهذا أمر من الله أمره أن يقتص من قريش. قلت إذن يثلغ رأسي فيتركوه كالخبزة أو خبزة، فقال اغزهم اغزك وأنفق أنفق عليك. أنفق عليك، فهذا يقتضي عدم الصبر لهم. ومع ذلك لدينا ميزان في سورة الشورى بينه الله سبحانه وتعالى، فقال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. رجع اليمنى فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ثم رجع اليسرى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم رجع دي كانت أولى آيات الجهاد. نعم. ثم رجع بعد ذلك قال ولمن صبر وغفر ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذا التوازن تكلم فيه الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فقال هذا يرجع إلى حالات المعتدي، فإن كان المعتدي مسلما ضعيفا أو حصلت منه بادرة لأول مرة فإنه يقال عثرته وقيل ذوي الهيئات عثراتهم، والأفضل حينئذ الصفح والسماح. إن كان معروفا بالإجرام فلا يحل العفو عنه لأنه سيشجعه على الإجرام، خلاص أصبح بالنسبة له شيء معتاد، فيكون ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرم الله التعاون على الإثم والعدوان. وهذه القضية مدروسة في المذاهب. نعم. درسها المذاهب وتعرف الكلام الفقهاء. طيب قد نعود إليها فضلة الشيخ مرة ثانية، لكن نعود إلى الدكتور جمال عبد الستار. أنتم أصدقاء. لكن فقط بقية منها أن يبقى حكم الصائل والمصول عليه. نعم. لم نذكره. طيب. بالنسبة للصائل لا خلاف أن دمه هدر، أنه إن قتل فليس له دية ولا قصاص. مفهوم الصائل هذا مفهوم فقهي وهو ما يسمى بالصيال، هل هذا هو المقصود به البلطجية؟ نعم، هو المقصود بما صال عليك معناه اعتدى عليك، سواء كان عسكريا أو مدنيا، سواء دخل عليك يريد قتلك أو يريد أذاك أو يريد اعتقالك أو يريد ضربك أو يريد أخذ مالك، فهذا الذي يأتيك من غير جرم لا يطالبك بحق ليس لك عليه ليس له عليك دين. إذن الشرط البلطجي يدخل في هذا في باب الصيال، والعسكري البلطجي يدخل في هذا الصيال، وأصبح بلطجيا ما لم يكن هذا الإنسان بغض النظر بقى ثائر أو غير ثائر، ما لم يرتكب جرما يقتضي أن يتعامل معه بهذه الصورة. نعم، فهذا محل إجماع. نعم. هذا حكم الصائل أنه دمه هدر، هذا إجماع. أما المصول عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله شهيد، ومن قتل دون دينه شهيد، ومن قتل دون أهله شهيد، ومن قتل دون عرضه شهيد، وفي رواية من قتل دون جاره شهيد، هذه خمسة. فهؤلاء فهذا كله يقتضي أنه في أعلى الدرجات. نعم. فهذا تشجيع له أنه حتى لو قتل فهو شهيد، ولو كان فاجرا فاسقا في الدنيا لكن كان مؤمنا فصال عليه معتدين فدافعه فقتله فهو شهيد، ينقلب من كونه فاسقا إلى أن يصير شهيدا في أعلى الدرجة. سبحان الله. نعم. لأنه قال المقتول دون ماله شهيد، والمقتول دون عرضه شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، أي مكان هذا المقتول شهيد. نعم. أي مكان هذا المقتول. هذا إذا كان مؤمنا فقط. نعم. لا يشترط له إلا الإيمان. فإذا كان مؤمنا ولو كان فاسقا فقتل دون ماله أو أهله أو عرضه أو أهله أو جاره فهو شهيد. إذن للأخ في داخل بيته إذا جاء من يعتدي عليه أو يعتدي على حرمه أو يعتدي أو حتى في الشارع، نحن البيت أو حتى في الشارع، هو الشارع يجوز له السير فيه. نعم. فمن أراد أن يمنعه من السير فيه أو أن يحول بينه وبين التصرف فيه أو أن يذهب إلى السوق أو أراد أن يخيفه يمنعه من الذهاب إلى المسجد أو إلى عمله، لكن يبدأ معه بالأقل أو بالأدنى فالأكثر فيما بعد. هذه طريقة الدفع. طريقة الدفع. نعم. طريقة الدفع هو المقصود به ما يرد أذاه، وقد اختلف هل يجوز الزيادة على ذلك، والذي رجحه الحافظ بن حجر أنه يجوز الزيادة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فرأى رجلا ينظر من خلل الباب. نعم. وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم مشط يمتشط به،
وهو من حديد، فقال لو علمت أنه ينفذ إليك لفقعت بها عينك. وهذا دليل على الزيادة، دليل على الزيادة، لأنه كان سيفقئ عينه بسبب النظر، أنه كان ينظر من خلال الباب إليه وهو في بيته. طيب أنتقل للدكتور جمال. الدكتور جمال، الدكتور محمد بيتكلم كلام مهم جدا للغاية، وهو يعتبر الآن أن الشرطة البلطجية وأن العسكر البلطجية منهم الذين يعتدوا على حرمات الناس في بيوتهم أو في طرقاتهم، إذا لم يندفعوا إلا يعني بمقاتلتهم أو بضربهم أو بما شابه ذلك، هذا الأمر يعني أقره الفقهاء. السؤال هنا يعني الوضع في مصر، هل العسكر والداخلية يكررون هذه الأفعال ولا لسه دي أول مرة، ولا الوضع بالضبط في مصر؟ مثلا تاريخ العسكر معروف من قتل وسفك للدماء وإهدار لكرامة الإنسان. وأنا أتعجب أن أسمع الحديث من فضيلة الشيخ محمد الله كرمه الله، من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد، ومن قتل حتى ومن قتل دون رجال فهو شهيد، ومن قتل دون كل هذه معا. هؤلاء لم يقتلوا من أجل مالهم، هؤلاء قتلوا من أجل دينهم ومن أجل مالهم ومن أجل عرضهم ومن أجل جارهم ومن أجل وطنهم ومن أجل حرياتهم ومن أجل شريعتهم. نعم، واجتمعت كل هذه يقتلون من أجلها، يقتلون شهيد عدة مرات. نعم. شهيد الواحد ينال شهادة عدة مرات. نعم. طيب يعني دكتور جمال، لكن أنا فقط قبل هذا السؤال، يعني هذه لا أمررها، يعني ذلك الذي يموت عندنا ليس مجرد شهيد، ولكنه شهيد شهادة كبرى، شهادة في بدرجات متعددة وبمآثر متعددة، ونفرح له لأنه مات على هذه الشهادة صابرا ثابتا. وهذا الفرح لا يعني أبدا أننا لا نبتئس لفقدها ولا لقتله، ولكننا نتيقن أن هذه الدماء لا تذهب عند الله هدرا، نتيقن أن هذه الدماء لن تذهب كذلك عندنا هدرا، نتيقن أن هذه الدماء في أعناقنا، أن لابد أن يقتص لها، هذا واجب، وهذا واجب علينا لابد أن نقوم به كعلماء بداية وكأمة، وهذا حق مصدوم على الأمة أن تقوم بواجبها في دفع الظلم عنه، وليس أظلم من أن يقتل، وليس أظلم من أن يعتدى على بيتي وعلى أهلي وعلى مالي، لكنه مضطر. كل هذا يحدث في مصر. نعم. طيب دكتور جمال، أظن هنا فقط التدخل بسيط في الكلمة التي قالها الشيخ الآن، بينها الله في كتابه في سورة الإسراء. فإن الله قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إنه هذه جملة اسمية. نعم. وهي مؤكدة بإن. وبعد ذلك جاء الخبر بجملة مؤكدة بكان، كان منصورا، جعل الخبر أيضا جملة مؤكد بإن ومؤكد كمان بكان منصورا. نعم. نعم. فهذا من السنن الثابتة، فمن قتل ظلما فولي الدم لا بد أن ينصر إنه كان منصورا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نعم. وهذا يقتضي أن هذه الدماء لن تذهب هدرا. نعم. لكن نحن الآن نتكلم عن الحكم الشرعي، ولا ندعو الناس للفوضى ولا للإسراف، بل الله سبحانه وتعالى حتى في حال الظلم قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. طيب دكتور جمال، أنت يعني أنتم في رابطة علماء السنة، ولما أقول أنتم أنا يعني أتشرف أن أكون في إطار هذه الرابطة، شيخنا طبعا على رأس علمائها ومشايخها. الآن هل هناك أمور عملية؟ طبعا هناك أمور عملية. أولا بداية تم إطلاق حملة إلكترونية اليوم لكسر قيود أو كسر سلسلة الاعتقال، وهي بعنوان إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف الأحكام أو إيقاف تنفيذ كسر القيود. نعم. وهذه موجودة على موقع الرابطة، المطلوب من الجماهير في العالم بأسره أن يدخلوا للمشاركة فيها. نريد أن نوصل للعالم بأسره أن ملايين المسلمين وأنا في الإعداد، لو أمكن الله يبارك فيكم تجيبوا لنا الموقع الرابطة لو استطعنا أن تأتوا به الآن، وكذلك بحيث بس نشوف الرسالة. دكتور جمال، يعني إيه المطلوب مني أنا كمواطن مصري أو كثائر؟ نعم. عايز أدخل أعمل إيه بالضبط؟ فقط هتدخل تكتب الإيميل وتكتب إرسال، هيحدث حاجتين، هتذكر عدد المشاركة وترسل 5 رسائل إلى الملك سلمان وإلى سمو الأمير تميم وإلى الرئيس أردوغان وإلى المنظمة الأمم المتحدة وإلى منظمة الدول الإسلامية ومجلس التعاون والولايات المتحدة. نحن نريد أن نوصل هؤلاء على الأقل في هذه الأيام 2 أو 3 أو 4 مليون رسالة لأوباما، ورسالة لأوباما. نعم. هي بإضافة واحدة، بتدخل واحد تضغط بعد أن تكتب الإيميل
ستذهب هذه الرسالة. لكن عفوا دكتور جمال، يعني ربما يقول البعض أن هذه الدول يعني كأمريكا وغيرها دول متآمرة وهي التي دبرت، فلماذا ترسلون لهم؟ حينما يشعرون بهذا الضغط الجماهيري يعيدون الحسابات، هذه نقطة، وهذا قيام بواجب، هذه نقطة. الذي أؤكد عليه أن الذي دشن هذه الحملة هو فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي الله يكرمه، فهو الذي سجل وأول من دشن هذه الحملة. وهذا يعني سؤال غريب، يعني لماذا لم يكن الشيخ فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي موجود، وهو يعني فعلا كان أول مدشنين وألقى كلمة وتليت اليوم يعني سمعناها في البيان، لماذا لم يكن موجودا حقيقة؟ الشيخ هل كان عنده علم أخبرتموه بهذا؟ نعم الشيخ كان عنده علم ودعي إلى هذا، ولكنه قال كلاما منطقيا، قال إن هؤلاء المجرمين حكموا علي بالإعدام، فإذا جلست أو وقفت بين العلماء أقول لابد من إسقاط أحكام الإعدام، وكأني جمعتهم يدافعون عني، فهذه يعني يسوقون تسويقا خطيرا. الشيخ من الدعاة يعني أخذ الصبغة العالمية دكتور محمد، وأيضا أخذ الصبغة العالمية في الإعدامات، فعنده إعدام مصري وعنده إعدام سوري. سوري يعني فهو هذا شرف له، يعني شيخ الإعدامات العالمية، هذا شرف له. ولكن الرجل قال أنا معكم بكل ما أوتيتم قوة، جزاه الله خيرا. النقطة الثانية أنه بإذن الله تعالى سوف تذهب وفود من هذا المؤتمر إلى مجموعة من الدول، وقد ولن نذكر الدول الآن ولكننا سنذكرها في وقتها. جاءتنا 5 دعوات من دول رسمية لوفود رسمية ستذهب إلى هذه الدول، وهذا أول غيث. لا ثاني معلش، أنا أقول خمس دعوات جاءتكم من دول إسلامية كبيرة لزيارتها لوفد من هذا المؤتمر يزور هذه الدول، مما يدل على أن هذه الدول قد هذا المؤتمر قد أثر. أنت تتحفظ على ذكر هذه الدول، أنت تتحفظ حتى لا يتم يعني الضغط عليها، معروف يعني ما فيش حاجة متخبية دلوقتي. محمد نحن نسمع البيان أيضا، ذكر يعني إحدى المؤسسات العالمية أيضا كان في تواصل معها، وأيضا لا نريد أن نذكر اسم هذه المؤسسة. يا أخي العالم سيتحرك، هؤلاء العلماء ليسوا مجرد أرقام ولا 30 هؤلاء ولا 90 ولا 100، هؤلاء وراءهم مئات الآلاف بل ملايين المسلمين وراء هؤلاء العلماء في كل أقطار الدنيا. وأقول إن الذين يعني من العلماء يؤيدون هذا المسلك وهم مع هذا المسلك آلاف مؤلفة، لم يستطيعوا الوصول، لم يستطيعوا لضيق الوقت لم يكتمل العدد. ولكن هذا أيضا يجعلني أتساءل، 30 عالم من أكثر من، لا ليس 30 عالم، لأنه كان موجودين تقريبا المشاركة من 98 عالم. طيب إذا قلنا أنهم قريب من 100 عالم من أكثر من 30 دولة أو نحو 30 دولة، يعني أنت بتتكلم يعني من وراءهم؟ هم وراءهم الحق. هل يمثلون، لا أنا أعني هل يمثلون أفرادا؟ لا أنا قلت هؤلاء يمثلون روابط وهيئات ومؤسسات، بعض المؤسسات مؤسسة واحدة مثلا فيها حوالي 10,000 عالم. محمد واحدة. مركز تكوين العلماء، كم من عندكم من العلماء؟ يعني احنا شارك معنا عدد من الإخوة العلماء من موريتانيا. نعم بالنسبة للمركز فيه مشايخه حوالي 50 مدرسون. نعم. والإدارة من العلماء. من العلماء. وطلابه الذين هم من العلماء حوالي 400. كم؟ 400. 400 يعني احنا يعني 400 وزيادة. المركز وحده حوالي قريب من 500 عالم. اي نعم. نعم. في من ايضا من عدد من الدول. طيب انا يعني اخواننا الكرام الان دلوقتي الموقع الرسمي لرابطة علماء اهل السنة موجود على الشاشة. نشكر اخواننا في الاعداد، اتمنى فعلا ان اخواننا يدخلوا على الموقع وان يشاركوا، لو امكن ان تاتوا ايضا بالمشاركة بالضبط كده موقع الكليك اللي يتعمل او الضغط اللي يتعمل نكون لكم من الشاكرين. ادي الموقع، لو دخلنا دخلوا في الموقع الرسمي لرابطة علماء اهل السنة، وفي واسم الموقع موجود كمان تحت هوات، ربما يكون في اكثر، قد تجدوا اكثر من موقع، لكن تأكدوا ان هو الموقع المفعل اللي هو عليه صور المؤتمر ونتائج المؤتمر وعليه الفعاليات بالكامل. انا اؤكد على هذا، وأنا فعلا يبحثوا على الموقع، لأن قد تجدوا ربما موقع واثنين وثلاثة، البعض بيحب يصنع مثل هذه. أحدث كثيرا. كثيرا. نعم طيب. دكتور جمال. وأنا فقط أؤكد مرة أخرى أيضا، يعني سيخرج كتاب إن شاء الله تعالى موثق علميا، ثم ستكون هناك زيارات بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب طبيعته إيه بالضبط؟ هذا الكتاب قلت هذا الكتاب أدلة شرعية لكل أحكام نداء الكنانة والقضايا المتعلقة التي جاءت بعد ذلك، ولذلك الأسئلة التي يسأل فيها الثائرون في كل يوم في شوارع البلاد وطرقها ومدنها سيجد إجابة شافية واضحة بأدلتها الشرعية. هذا وسيكون هذا يعني شفاء للناس، الناس يحتاجون إليه منذ زمن، منذ وقت طويل. هذه نقطة. النقطة الثالثة كما ذكرت
ستكون هناك زيارات دولية، ثم ستكون هناك فعاليات علمائية، وقد أعلن علماء أن يوم 14/8 ستكون مشاركة علمائية من دول العالم سنقوم بتنسيقها والإعلان عنها في ساعتها. 14 اللي هو رابعة. نعم بإذن الله. طيب أعود لشيخنا الكريم الدكتور محمد الحسن في ثالثة من البيان الختامي. يعني جاء في البيان أن أحكام الإعدامات المسيسة التي يلوح بتنفيذها نظام الانقلاب في مصر ضد الأبرياء من أبناء الأمة وعلى رأسهم الرئيس الشرعي الأستاذ الدكتور محمد مرسي الذي أعلن بالأمس أمام العالم أنه تعرض لخمس محاولات اغتيال داخل السجن. هنا الكلام المهم والذي يحتاج إلى بيان، وأنت ذكرت أشرت لهذا في بداية حديثك أن هذا نذير شوء إذا تم تنفيذها فستكون لها عواقبها الوخيمة محلية وإقليمية ودوليا، ويرى العلماء أن الوقوف ضد تنفيذها هو واجب شرعي. أنا عايز يعني أقف عند هذا الأمر، ما هذه العواقب الوخيمة التي تحذرون منها؟ بالنسبة للعواقب الوخيمة أهمها أنه سينفلت زمام الأمور من أيدي العقلاء، وسيأخذ كل من هب ودب بزمام المبادرة، وحينئذ ستتعرض كل مصالح الدول المشاركة والدول الداعمة والدول الغربية وأمريكا وإسرائيل، كل مصالحها ستكون عرضة لهؤلاء، وحينئذ لا يلام. لماذا؟ هل فقدوا الأمل؟ نعم، حين إذا في إذا في السلمية والديمقراطية التي نعم إذا نفذت الأحكام سيكفر الناس بالسلمية والديمقراطية بالكلية. نعم، وحينئذ ستكون ثورة ليس لها أول ولا آخر، ولا يستطيع أحد السيطرة عليها. نحن الآن نحاول كبح جماح بعض الجامحين وأن تكون تصرفاتهم موزونة ومضبوطة بضابط الشرع، لكن إذا نفذت هذه الأحكام أو بعضها فسينفلت الزمام، وستكون النتائج وخيمة جدا على كل المشاركين والداعمين، ولن يكون الأمر مختصا بمصر بل سيتعداها. نعم، هل هذا أيضا ما أشرتم يعني ما جاء في داخل البيان وأقره العلماء بأن هذا ربما يجر الشباب إلى يعني بعض التطرف أكيد أو التشدد يعني ما يسمى بالدولة يعني بتنظيم الدولة أو داعش، عشان الشباب سيكون فيه أضعاف الحاصل حينئذ. نعم، طيب دكتور جمال يعني أيضا من ضمن هذا الأمر يعني يعني ما الداعي لأن تتحدثوا أيضا في هذا الوقت إلى ما يسمى بالمشروع الصفوي؟ أليس هناك في من قضايا الأمة ما يكفي؟ لماذا فتحتم هذا الباب؟ قد يقول بعض هذا الكلام. مشروع الصفوي الآن هو مشروع الرئيس في المنطقة، حيث الاتفاقية الإيرانية الأوروبية الآن تسلمت إيران رسميا المسؤولية الشرطية على المنطقة، فتصول وتجول، عادت إليها أموال ضخمة لتقوم بتوسيع دورها في تدمير المنطقة، وإيران ذراع واضح في ومعلوم ويعرفه الجاني القاسي والداني من قتل المسلمين وخاصة السنة في العراق وكذلك في سوريا وكذلك في اليمن، ويتدعم ذلك عيانا بيانا بدون خفاء وليس خفيا على أحد، وبالتالي فهي وراء كل هذه الدماء، سفكت آلاف الدماء وما زالت تسفك، ونحن الآن في حلقتنا أثناء هذه الحلقة دماء تسفك للمسلمين ولسنة والأطفال وللنساء وللرجال في سوريا وفي العراق. كان في معنى في المؤتمر قال بأن كل ساعة بيقتل فيها متوسط من 4 إلى 5 في كل ساعة. هذا في سوريا وحدها. نعم، أذرع تيران تصل إلى بلدان الخليج إلى أمن الحرمين الشريفين الذي هو أهم ما يحافظ عليه المسلمون ويجب عليهم أن يحافظوا عليه جميعا. نعم، وإذا اعتدي على منطقة الحرمين الشريفين فما باله ما بالك بالأطراف. هذا المكان الأقدس شيء لدى المسلمين هو الآن عرضة لإثارة القلق، وهذا ليس ملكا للمملكة فقط، وإنما هو وإن كان في بلاد الحرمين إلا أنه ملك الأمة، كل الأمة، والمجرمون يعلنون هذا. كل بلاد الخليج عرضة الآن لأعمال تخريبية من طرف إيران وأذرعتها وجنودها. نعم، وحتى الذين يتحركهم بالوكالة الذين يفجرون المساجد والذين من الشباب حتى ولو تبنتها داعش وغيرها، هذه كلها من أجندة إيران الواضحة ومن تصرفاتها. نعم، أنا أعتقد دكتور جمال أن هذه الرابطة أصلا نشأت، وكما يخفى على فضل الشيخ الدكتور محمد، هي نشأت لهذا الأيض أيضا أحد يعني لذلك سميت بهذا الاسم، رابطة علماء أهل السنة، وكانت واضحة، ولذلك إذا كانت قد انحازت للحق فما ينبغي أن تختفي في مثل هذا الوقت بصفة خاصة، خاصة أن المشروع الشيعي الآن أخذ محورا جديدا وطريقة جديدة، لابد أن يجتمع علماء السنة اجتماعا حقيقيا، وبالفعل بدأوا ملامح مشروع إسلامي سيقومون به ليوضح
للناس الحقيقة دون ممالاة أو مواربة، لأن الحق أبلج، لابد أن يظهر للناس هذا الوقت ويكون الناس على بينة من أمرهم. إذا أنتم أردتم في داخل هذه الرابطة أن تضربوا في كل يعني قضية بسهم، أنتم تتحدثون عن الثورات وما يسمى بالانقلابات، تتحدثون عن الدور الصفوي في داخل منطقة الخليج وما غير منطقة الخليج، تتحدثون أيضا عن قضية فلسطين وهي القضية الأساس. لكن العجيب، ألا ترى يعني، ودعني أنتقل للدكتور فضيلة الدكتور محمد الحسن، شيخنا الكريم، ألا ترى أن تأخير قضية القدس وأن تأتي في النهاية هذه، ما السبب في هذا؟ قضية القدس كانت دائما وأبدا في المقدمة، هي في المقدمة، لكن لو عجلت لأنسانها ما بعدها، نخاف أن ينسى السامع قضية القدس، وتكون آخر شيء يقرأه أسماع الناس قضية القدس، لتبقى حاضرة في ذهني، لأنها هي القضية المركزية والمهمة لكل المسلمين. لكن هل ترى فضيلة الشيخ أن العسكر يعني يشغلون بمذابحهم ومجازرهم عن هذه القضية الأساس؟ أرادوا ذلك لكن لم يكن ليتوفر لهم ذلك، لن ينشغل المسلمون عن قضية فلسطين ولا عن قضية القدس. طيب أنا أود أقف أيضا عند شيخنا الكريم الدكتور محمد عند في البند الرابع، عندما تتحدثون وتقولون أو نقول جميعا، يرى العلماء أن من واجب الشعوب مقاومة هذه الأنظمة القمعية المستبدة ودفعها بما تندفع به وفق الضوابط الشرعية. لماذا هذه الجملة بهذه الصياغة؟ نعم، نحن نعلم أن كثيرا من المقاومة والممانعة أو الثورات تقع غير مضبوطة بالضوابط الشرعية، فيكون فيها اعتداء وفيها همشية وفيها أمور غير موزونة، ونحن لا نريد ذلك ولا نحله. فالذي يطلب الحق لا بد أن تكون وسيلته حق، نعم، الذي يريد الوصول إلى شرع الله لا بد أن تكون وسيلته إما أذن الله فيه، فلا بد أن تكون الوسيلة مباحة، والوسيلة المباحة لا بد أن تكون بالرجوع إلى العلماء، لأنه إذا قامت حركات مقاومة وثورة ولم يكن لها مرجعية شرعية ستكون داعش أخرى وتكرر التجربة. نعم، إذا أنتم تريدون أن تقفوا في منطقة وسط بين السلمية يعني المفرطة وبين أيضا استخدام القوى المفرط في منطقة الوسط، لا بد من هذا الوسط، هو الموقف الشرعي، نعم، فلا بد من ضبط الناس. وأيضا نحن نريد أن تكون المقاومة والممانعة بأسلوب راق مدني متمدن، يعني ليس حضاري، متمدن وحضاري، وليس فيه اعتداء ولا همجية، ليس فيه قطع الكهرباء ولا إفساد في الأرض، ليس فيه تعرض للأملاك الخصوصية ولا العمومية ولا حتى ولا الأبرياء ولا الأبرياء. نعم. طيب الدكتور جمال، قضية العصيان المدني، هل طرحت هذه القضية؟ أنا أسمع من حضرتك وأعود أيضا مرة ثانية لنفصل مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد. نعم، كل ما يؤثر على هذا الانقلاب، على هذا النظام، كل ما يؤثر على هذا النظام يجب أن يؤخذ به. ولكن العصيان المدني يعني هذا من ناحية الشرعية يعني وسيلة من وسائل السلمية، هو وسيلة حتى معترف بها عالميا وأحد وسائل السلمية. ولكن أمام هذا القمع، إحنا عندنا أصلا اللي قاعد عندنا ده اللي هو فكر نفسه طبيب العالم وفيلسوف الدنيا، لا ليس له بشيء باعتراف الدنيا، تعترف الدنيا، لكن ده في دنيا تانية. لا صحيح، ولكن أنا يعني أقول يعني هذا الأمر وارد في وقت من الأوقات، وأعتقد أننا سنصل إليه. نعم. سنصل إليه يقينا، ولكنه من ناحية شرعية بالعكس، هذا يعني هذا أضعف الإيمان، ولذلك حينما يدعى إليه لابد من المشاركة الفعالة فيه، وهو من الأشياء الناجزة، حين لو تضافرت الأمة عليه بطريقة أخرى ستكون رسالة ناجعة وناجحة، ويقينا بإذن الله سنصل إلى هذه النقطة ليس بعيد. طيب إذن هذا له ما له من الأدلة الشرعية، وأنا أسمعها باختصار من فضيلة شيخنا الدكتور محمد. نعم، بالنسبة للاحتجاج، عفوا، قد يقول البعض إن ديت وسائل وهذه الوسائل جاءتنا الغرب، كما يقول بعض ما بيجيش من الغرب شيء يسر القلب وندخل فيه، وكل هذه اصلا بدعه وكل بدعات ضلاله، فما هو التاصيل الشرعي للعصيان المدني؟ نعم، لا بد ان ندرك ان الوسائل اذا ادت الى مقاصدها ولم يرد عنها نهي في الاصل فيها الاباحه، سواء كانت من انتاج الغرب او من انتاج غير المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم استورد فكره الخندق من حضاره فارس، واستورد فكرة الخاتم من حضارة الروم، قيل إنهم لا يقرؤون إلا كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأن ينظر إلى بصه في يده صلى الله عليه وسلم، وعمر أكثر من هذه الاقتباسات، وأخذ أيضا فكرة المنبر من حضارة الحبشة. نعم، وأيضا بالنسبة لكثير من هذه الأمور كانت أيضا موجودة عندنا في حضارتنا وليست في حضارة الغرب، مثلا قضية الإضراب والعصيان المدني، هذه كانت في تاريخنا الإسلامي، وفي ترجمة الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه
في زمانه قتل شاب من أهل المدينة أخاه غيلة، وذلك أن أخاه كان أبر لوالديه منه، وكان أبواه شيخان كبيرين في المدينة، فلما قتله غيلة أراد أمير المدينة أن يقتله، حكم القضاء بقتله، فجاء والداه فقال لا تجتمع علينا مصيبتان فليس لنا ولد سواهما ونحن كبيران في السن. فقال مالك يقتل، فأخر الأمير قتله أو تمنع منه، فقال مالك والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل. كان هذا عصيانا مدنيا وإضرابا أعلنه مالك بن أنس. نعم، بس إضراب عن العمل. إضراب عن العمل. نعم ما شاء الله. قال والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل. فتحركت المدينة كلها وماجد حتى قتل. شباب سيدنا. ومثل ذلك العز بن عبد السلام لما خرج من مصر. إضراب. عندما امتنع حاكمها من تنفيذ أمره ببيع رقاء المملوكين لبيت المال لتمويل قتال التتار. خرج من مصر فاتبعه الناس. تبعه الناس من الأسواق ومن البيوت. ده عصيان مدني بكل شيء، ده عصيان مدني من مصر كلها. هي نعم، حتى إن الملك دخل عليه وزيره فقال على من تتملك، بعد أن خرج إلى مصر مع العز بن عبد السلام فقال ألحقني به، فرده حقق له ما يريد. نعم. ونظير هذا تكرر في تاريخنا الإسلامي. ينفع يستشهد لنا أيضا بموقف إخوة يوسف الأخ الأقبل لما قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. نعم. أو يحكم الله لي. كذلك هي القضية قضية شرعنا، نحن نقصد هنا في شرعنا. نعم. جاء كثير من هذا، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وأبا موسى الأشعرية إلى اليمن وقال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا، فكان لكل واحد منهما فسطاط يزوره فيه صاحبه. ثم إن معاذا جاء يزور أبا موسى فرأى رجلا مكتوفا فقال ما بال هذا؟ قيل إنه رجع إلى دينه المكروه بعد أن أسلم، أي ارتد بعد الإسلام، فقال والله لا أنزل حتى يقتل. نعم. فامتنع معاذ بن جبل من النزول حتى يقتل هذا الرجل. فحاول أبو موسى أن يقنعه بالنزول فامتنع حتى قتل الرجل فنزل معاذ. نعم. معنا النبي صلى الله عليه وسلم وصاه قال تطاوعا ولا تختلفا. إذا شيخنا الكريم هذا الإضراب أو العصيان المدني من أجل القيام بحق. نعم. وأيضا أرشد إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند بيعته، وكذلك أبو بكر في خطبته عند بيعته قال أطيعني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وكذلك طبقه علي بن أبي طالب في أيام عثمان رضي الله عنه عندما حرم عثمان التمتع بالعمرة إلى الحج، وكان علي ينضح، كان علي يعلف ناضحيه فنفض يديه من العلف وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فقيل أتخالف أمير المؤمنين؟ قال نعم إذا خالف الله ورسوله، قد أثبت الله المتعة في كتابه وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأدلة تأتي. كذلك ما أخرج مسلم في الصحيح والترمذي والنسائي من حديث عمارة بن رويبة الأسلمي رضي الله عنه أنه عندما قام بشر بن مروان على المنبر يخطب يوم جمعة فرفع يديه في الدعاء فقام إليه عمارة بن رويبة وقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هذا ورفع إصبعه. فهذا إنكار لمنكر دون هذا، هذا مجرد مكروه، لكن لأنهم شغلوا أمير على المنبر، وقد قال زياد وأبيه إن كذبة الأمير على المنبر بلقاء أي مشهورة تطير في الآفاق، فقام إليه عمارة فأنكر هذا المكروه. نعم. أنكر هذا المكروه في أثناء خطبة الجمعة أمام الناس، وانظر إلى أسلوب الإنكار، قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين. ومثل ذلك خروج الفقهاء مع ابن الأشعث. نعم. على الحجاج لما أظهر الفساد في العراق، كانوا بالمئات عدد كبير من الفقهاء، حتى خرج معه من الصحابة أنس بن مالك، وخرج معه من التابعين أعداد هائلة منهم عامر الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وإياس بن معاوية بن قرة وأبوه معاوية بن قرة وبكر بن عبد الله المزني، وسميت ثورة الفقهاء. نعم. طيب إذا حتى إن ابن الأشعث لما كتب إلى عبد الملك فيها يقول خلع الملوك وسار تحت لوائه شجر العراء وعرائر الأقوام، ويقول سائل مجاور جرم هل جنيت لهم حربا تفرق بين الجيرة الخلطي، وهل سموت بجرار له لجم جم الصواهل بين الغيل والفرط، وهل تركت نساء الحي ضاحية في ساحة الدار يستوقدن بالغبط. نعم.
ربنا يجزيك كل خير. انا اود ان اؤكد يعني على ما ذكرت فضلتك في البدايه، وهو ان هذه وسيله، وان هذه الوسيله هي لا تحتاج، الاصل فيها الاباحه. اصل فيها الاباحه ما لم يرد نهي عنها وقد علم انها توصل الى المقصود. واذا هذه الادله التي سردتها ويعني بسم الله ما شاء الله اطنبت فيها، هي هذه الادله تاتي بعد ما نقول ان هذه ليست لا يعني ليس فيه حرمة جاءت فيها. طيب أنا يعني في النهاية وأنا نختم هذا اللقاء، أود أن أخذ سريعا كلمة من الدكتور جمال يلخص فيها ما كان من هذا المؤتمر، ثم يعني ننهي مع شيخنا الكريم إن شاء الله. رسالة عالمية دولية تقول للعالم بأسره العلماء لم يموتوا بعد، العلماء يتصدرون الموقف بعلمهم، العلماء لن يسكتوا على الباطل، العلماء سيبينوا الحق، العلماء سيقودون الجماهير إلى الحق وإلى أخذ حقهم وإلى مواجهة الاستبداد وإلى مواجهة الانقلاب والطغيان. العلماء لن يتركوا أهل السنة يموتون في كل يوم آلاف مؤلفة يذبحون على منصات الطائفية، لكنهم سيواجهون هذا الطغيان وهذا التعصب الطائفي البغيض الذي يعني فرق الأمة، ولن نسكت أبدا ولن نهادن تحت أي مبرر من المبررات. مع الأخذ في الاعتبار أن عبد الفتاح السيسي الآن يضع يده في دعاة المشروع الصفوي، يضع يده الآن في إيران، ويحاول وسيحاول، هو الرجل يمد يده لمن يدفع له الرز كما يقال، فهو إن دفعت له إيران ليس عنده من مانع أن يطعن في السعودية أو أن يطعن في الإمارات أو أن يطعن في أي شيء آخر. شيخنا الكريم الدكتور محمد الحسن، يعني كلمة نختم بها هذا اللقاء. نعم، بالنسبة للعلماء أنا ذكرته في بداية المؤتمر بأمر مهم أذكر به هنا المشاهدين والمشاهدات جميعا، وهو أن العلماء ورثة الأنبياء، وأنهم الآن هم نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليهم أن يتصوروا لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي الآن ماذا سيصنع فيبادرون إليه. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا اليوم لن يسكت عن هذا ولن يتركه ولن يجعله لن يتجاهله، ومن المعلوم أنه لن يغلق عليه غرفته ويأخذ سبحته ولن يهتم بشأنه الخاص، لن يعتزل ويترك هذا الأمر. بل ما نتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعله يجب علينا أن نبادر إليه. نعم. ومن لم يبادر إليه فقد رغب بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الشيخان الكريمان فضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد الحسن الدد وفضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الستار، شكرا جزيلا لكم. وأنتم أيها الإخوة والأخوات نشكركم على حسن استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ما تبناه المشايخ والدعاء في هذا المؤتمر، وأن يحقق بالفرج القريب العاجل لمصر، وأن يفك أسر إخواننا وأخواتنا، وأن يعيد مصر حرة من يد العسكر. طبتم وطاب وقتكم معنا، وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم الإخلاص والقبول، وإلى الملتقى في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.